نهاركم سعيد. راح نبدأ في قراءة برج الحمل لليوم ونشوف برج الحمل اليوم شو بيقولنا. طبعا لو حابب تاخذ قراءة خاصة ممكن تتواصل على الرقم الموجود أسفل الفيديو، أو لو حابب دائما يوصلك فيديوهاتنا ممكن إنك تعملنا لايك وسبسكرايب على قناتنا في اليوتيوب. شكرا للجميع. نبدأ الآن مع برج الحمل ونشوف طاقة برج الحمل. برج الحمل مهم إنك تعمل، إن كنت بنت أو كنت شاب، مهم إنك تعمل بالانس بين الطاقة الذكورية والطاقة الأنثوية عندك، عشان الطاقة الأنثوية عندك محتاجة، إن كنت بنت أو شاب يعني كلنا في عنا الين واليانغ، محتاجة إنها تنتعش شوي. ليه؟ لأنه كنت أكتف خلال الفترة اللي فاتت، كنت كتير حرك، كانت الطاقة الذكورية مرتفعة، فمحتاج إنك هلأ تهدى شوي وتبدأ تفكر بطريقة أوضح، فمحتاج تعمل بالانس بين الطاقتين. عندك أحبال طاقية كتير يا برج الحمل مع ناس ما عادوا يخدموك روحيا، فمهم إنه هذه الأحبال تنقطع. يعني لو في حد كان بينك وبينه مشكلة مهم إنك تتسامح معاه، لو في حد أو مواقف حصلت معك في الفترة اللي فاتت مهم إنه تنظف هذه الطاقات اللي عندك يا برج الحمل. ممكن تعمل تنظيف طاقي عن بعد عن طريقنا أو عن طريق أي حد. محتاج منك إنك تحترم المشاعر اللي دائما بتطلع لك من الداخل يا برج الحمل. كتير عندك رفض لسماع الصوت الداخلي، كتير عندك رفض إنك تدخل في داخلك وتشوف العطايا اللي ربنا عطاك إياها، قد إيه إنه عطاك مؤشر داخلي بوجهك بطريقة صحيحة، بس أنت للأسف دائما بتسكت هذا الصوت. في شيء من الحياة السابقة أو من الماضي يمكن يظهر لك، بس أنت ما تكون عارف هل هو ظهر لك بسبب شيء معين لازم تتعلمه، أو ظهر لك عشان شيء معين أنت ما كملته لازم تكمله، فمهم أنك تعرف شو هو هذا الشيء. يمكن تحتاج أنك تدخل في أشياء لها علاقة في معرفة الذات أكثر، التواصل مع الذات أكثر، التعلم ومعرفة الماورائيات أكثر. في عندك الفترة الجاية طاقة بدها تتحرك تجاه شيء جديد. يمكن خلال الفترات اللي فاتت كنت تشوف أشياء يا برج الحمل وانت مغمض عينيك تحس فيه زي وميض أو ضوء قاعد بتحرك قدام عينيك وانت مغمضهم. في انرجي عالية حواليك. كمان يا برج الحمل في طاقة حب كتيرة جاية ناحيتك، فركز فيها. النقطة الأخيرة يا برج الحمل، حلو لو أنت تلجأ للأحجار الكريمة، ممكن تحط جنب راسك حجر روز كوارتز، ممكن أنك إذا بتعمل مديتيشن تخلي جنبك أحجار. عندك طاقة تواصل مع الأحجار حلوة. بعدين ممكن تروح على مكان أو تفتح على موقع معين، أو ممكن على موقعنا تفتح وتشوف الحجر اللي بيشدك، أكتر حجر بيشدك هو اللي أنت محتاجه، ممكن تشتريه وتاخده يا برج الحمل. هذا بالنسبة لقراءتك لليوم يا برج الحمل. زي ما قلت لكم لو حابين دائما تسمعوا أبراجكم أو تعرفوا أخبار على موضوع الطاقة على موضوع التنمية، بإمكانكم تكونوا دائما عاملين سبسكرايب لقناتنا أو على الإنستغرام، ما تنسوا تعملوا لنا فولو. نبدأ الآن مع برج الثور ونشوف طاقة برج الثور شو طلعت لنا اليوم. برج الثور برج الثور
برج الثور في عندك خربطة كتير في المعدة، في عندك ممكن يكون وخز في المعدة، خربطة في طريقة الأكل، حاول تخفف من اللحوم قدر الإمكان وتكتر من الخضار والفاكهة خلال الفترات الجاية عشان تعلي الإنرجي عندك يا برج الثور. كمان أنت في مرحلة الآن بتفكر إنك تدخل تتعلم شيء أونلاين، تتعلم شيء عن الروحانيات، تتعلم شيء عن تنمية الذات يا برج الثور. كمان مهم لأنه في الفترة هاي اللي جاية إنك تعمل لحالك زي ممكن نقول تدرع، ممكن تقرأ حلقة قرآن، تتخيل طاقة بلون أبيض متلألئ بتحميك من أي طاقات خارجية، لأنه في حواليك كتير طاقات خارجية، وإنت من الناس اللي قاعدة هلأ في هاي الفترة بتسحب طاقات من الكون عالية، فمهم جدا إنك تعمل لحالك تدرع يا برج الثور. مهم كمان إنك تتواصل أكتر مع ذاتك، مع ذاتك العليا، مع رب العالمين، عشان تقدر تكون أكثر حرية في أمور قاعدة بتخليك شوي زي ممكن نقول مقيد فيها، فمهم إنك أنت تتصل مع ذاتك أكتر عشان تتحرر من هاي الأمور يا برج الثور. في عندك كمان مهم إنك تنظر للأمور بطريقة فيها حب أكتر، نظرتك لإلها بعدها يكون فيها حب، يعني لو أنت كنت بتعمل شيء جيد وقابلك حدا بشيء مش كويس، مهم يا برج الثور إنك أنت كتير مهم إنك تتكلم من قلبك، تعطي من قلبك وما تستنى شيء من الآخر. أنت لما بتعطي، أنت بتعطي حب، بترفع في طاقتك، مش قاعد تستنى من الآخرين شيء، فلما تعطي لا تنتظر شيء يا برج الثور. في عندك خربطة كتير في موضوع أشياء أنت بتشوفها قاعد في خيالك، أو خلال التأمل بتظهر لك أشياء، أو بتشوف صور معينة وعندك تردد ناحيتها هاي الشغلات. حاول تآمن بالشيء اللي بتشوفه يا برج الثور. النقطة الثانية والأخيرة، في عندك قوة داخلية كتير قوية، عندك حب كتير قوي، عندك حكمة داخلية عالية، مهم إنك توظفها بطريقة صحيحة يا برج الثور عشان توصل للنتائج اللي أنت بدك إياها في حياتك وتوصل للرؤية اللي أنت فعلا بتنتظرها. نبدأ الآن مع برج الجوزاء ونشوف طاقة برج الجوزاء لليوم شو بتحكي. برج الجوزاء، برج الجوزاء محتاج انك تحرك جسدك، تعبر عن نفسك عن طريق الحركة، تصحي داخلك القوة الخفية، ممكن تلجأ للغنى، لرأس، تقعدي في بيتك ترقصي، تعبري، تحركي الطاقة جواك. النقطة الثانية، في عندك شخص في حد انت جرحتي او ضايقتي يا برج، او انت ضايقته يا برج الجوزاء، وخليت وضعه يعني وكأنه الدنيا كلها عتمت في وجهه، مهم انك تتواصل مع هذا الشخص، وممكن يكون الشخص هذا انت. عندك تواصل عالي مع الروحانيات هاي الفترة، وفي شيء يخص الروحانيات متصل بالطبيعة وبتواصلك انت في الطبيعة يا برج الجوزاء. في عندك كمان طاقة تشافي جاياك، ممكن يكون تشافي من علاقة، تشافي من وضع مالي، تشافي من ألم معين جسدي، استغل هاي الطاقة. كمان حتتعلم أشياء جديدة، رح تدخل في طريق جديد راح يوديك أماكن كمان جديدة بالنسبة لك.
العلاقات عندك لما انت بتكون مستمتع فيها او بتكون وصلت لمرحلة انه انا كثير مبسوط في هاي العلاقة، بيجيك زي انرجي بتغير كل اشي، وراح تحس حتى بطاقة الاشخاص هدول انها بدأت تتغير. يعني مش بس انه انت بتكون فجأة مبسوط وكل شيء ماشي زي ما انت بدك، وفجأة تبدأ تتحسس لهاي الطاقة وبتبدأ ما تتقبلها. فلو صار معك هذا الشيء بيصير بسبب قانون الجذب اللي انت مشغله جواك، وبسبب المقاومة الداخلية اللي انت خلقها جواك يا برج الجوزاء. نبدأ مع برج السرطان لليوم ونشوف طاقة برج السرطان. برج السرطان، في شيء يا برج السرطان تبحث عن إجابته، افتح قلبك عشان توصلك الإجابة، الإجابة جواك موجودة. حاول تروح للأشياء اللي لونها أصفر، أو تلبس أشياء لونها أصفر في الفترات الجاية. طاقة الضفيرة الشمسية عندك جدا عالية، ولما بتستغل هاي الطاقة بتعرف توصل لأماكن أنت بدك إياها، وطاقتك أوتوماتيك بترتفع. مهم أنك أنت تسمع لحدسك الداخلي، جسمك قاعد بيستقبل مسجات من الخارج، حاول تسمعها وتكون واضح فيها. حاول تكون كونكتد أكتر مع الأحجار. ممكن تفتح أي موقع أحجار، ممكن تفتح عنا على الموقع وتختار الحجر، الحجر اللي بيشدك هو اللي أنت محتاجه يا برج السرطان. في حاجة من الماضي رح تظهر، إما حتعلمك درس، أو بس درس جيد على فكرة، أو في شيء ما كمل رح يكمل. في عندك إدمان على سلوك معين، ممكن يكون إدمان على تدخين، ممكن يكون إدمان على علاقة، تعلق في علاقة، ممكن يكون إدمان على العمل. أطلب في تأملاتك إنك تتشافى من هذا الإدمان، لأنه الإدمان ما قاعد بخدمك روحيا، هو إدمان زي ما قلت على علاقة معينة، على سلوك معين، على تعلق معين بشخص ما. مهم إنك تطلع من هاي الدائرة يا برج السرطان. نشوف برج الأسد شو طاقتك لليوم يا برج الأسد. طاقة برج الأسد، برج الأسد برج الأسد في شيء رح تتعلمه جديد يا برج الأسد، وطريقة رح تسلكه عن قريب. في عندك طاقة تجلي قوية جدا، استخدم قدراتك ورغباتك عشان تجذب هذه الطاقة والأشياء اللي انت بدك إياها. النقطة الثانية، في عندك قوة حب عالية، حكمة عالية، استغل هاي القوة. بس مهم منك يا برج الأسد انك تتحرر من اي سموم طاقية حواليك، ممكن تكون أشخاص، ممكن تكون عادات، ممكن تكون أي شيء. شوف شو هي الأشياء اللي قاعدة بتحول دون إنه توصل للشيء اللي أنت بدك إياه، فهي السموم، مهم إنك تتحرر منها. عندك شيء في علاقتك مع الوالدين مش قادر تسامح في شيء معين، هاي الفترة كتير مهمة إنك تتسامح فيها معاهم. مهمة تتسامح معاهم لأنه هاي الفترة كتير عندك في تشافي، فلما تتسامح معاهم هتحس إنك أنت هديت وقلبك أوريدي فتح. وعندك أنت قدرة عالية على التواصل الروحاني مع أشياء ممكن يكون إحنا يعني حاستك كتير عالية، فمهم انك تتسامح عشان تفتح
قلبك وتفتح بصيرتك للأمور اللي مش أي حدا عنده إياها. يا برج الأسد نبدأ مع برج العذراء ونشوف طاقة برج العذراء لليوم شو هي. برج العذراء برج العذراء بيقول لك افتح قلبك من جديد واسأل نفسك مين هم الأشخاص اللي أنا لازم أسامحهم من ألم الماضي. كون منفتح على هذا التسامح يا برج العذراء، محتاج كتير هاي النقطة. كمان مهم إنك تستخدم ثلاث كلمات يا برج العذراء لما تفكر بأي فكرة سلبية. أي فكرة سلبية بتجيك قول على طول cancel clear delete cancel clear delete cancel clear delete. اوتوماتيك عقلك حيتبرمج على هاي الجملة وحتبدأ أي كلمة أو فكرة سلبية تتلاشى من عقلك يا برج العذراء. عندك قوة كتير أو قوة كتير داخلية موجودة حواليك وفيك مش بس حواليك، وهذه القوة اللي عندك قاعدة بتحميك من أشياء خارجية. وكمان مهم يا برج العذراء، كروتك يعني بصراحة مبينة إنها كلها إنك أنت لازم تبدأ. هلا بشرح لك إياها. اللي بعده بقول لك مهم إنك تقطع الأحبال السلبية بينك وبين أي علاقات قديمة، مشاعر قديمة، أشياء ما عادت تخدمك روحياً أو حتى باترن قاعد بتكرر في حياتك. ومهم كمان إنك تعمل تشافي خلال الفترات الجاية يا برج العذراء. كروتك كيف ماشية؟ بقول لك أول إشي سامح، يمكن تسامح نفسك، يمكن تسامح أشخاص، يمكن تسامح مواقف حصلت معك في الحياة. بمجرد إنك تسامحت ابدأ بتغيير البرمجة تبعتك بإنك تقول cancel clear delete. بعدين بقول لك بتطلع بعديها القوة الداخلية عندك، وإنك قدي أنت حتكون محمي بعد هاي الفترة. ومهم إنك تقطع أي أحبال سلبية حواليك وتعمل تشافي أو هيلينج. ولو حابب تعمل تشافي أو هيلينج أو جلسات علاجية بإمكانك تتواصل معنا للرقم موجود وإحجز إلك جلسة عن بعد يا برج العذراء. نبدأ الآن مع برج الميزان ونشوف طاقتك يا برج الميزان اليوم شو تحكي لنا. برج الميزان برج الميزان اوكي. طاقة الشاكرا التاج هاي الفترة كتير طاقتها عالية. انتبه للأفكار، للمشاعر، للنوايا اللي قاعدة بتصدرها، للمسجات اللي قاعدة بتوصلك. ممكن المسج يكون عن طريق المسجات الكونية، عن طريق رقم تشوفه على التلفزيون، عن طريق صورة تشوفها على الموبايل. في رسائل كونية قاعدة بتوصلك يا برج الميزان، وفي شخص انت ضايقته، ممكن يكون انت على فكرة، وبدأ هذا الشخص يتحسس لهاي الطاقة اللي انت قاعد بتصدرها. وارد هذا الشخص اللي في الكارت يكون انت. حاول تختار الافكار الايجابية يا برج الميزان عشان تقوي شاكرا الجذر عندك، تتصل اكثر بالحياة المادية، تتصل اكثر مع عملك، مع المال، وتعلي من دخلك المادي يا برج الميزان. شاكرا الحلق كمان عندك تقريبا تعبانة، محتاجة منك انك تبدأ تعبر او تعمل منترات او تعمل تأملات معينة. حاول تتواصل اكتر مع ذاتك عشان تعرف رسالتك الروحية. في شيء له علاقة بكتابة أو قراءة شيء معين، أو شيء له علاقة في كتب روحانية حتصير تقرأها خلال الفترات الجاية. محتاج إنك تعبر عن ذاتك، محتاج إنك تعمل بلانس لطاقتك، محتاج إنك أنت
تحرك الطاقة الداخلية عندك يا برج الميزان. أنت شخص جدا قوي، طاقة النور جواك كتير عالية، ومن الآمن إلك إنك أنت تستعمل هاي القوة الداخلية عندك يا برج الميزان عشان يجيك أكتر بركات وتوازن حياتك أكتر ووضعك المادي يتحسن. شوف آخر كرت شو بيقولنا. مهم إنك تتواصل مع الحب وبطاقة الحب يا برج الميزان عشان توصل دائما للشيء اللي أنت بدك إياه. نشوف الآن القراءة لبرج العقرب، نشوف طاقة برج العقرب لليوم. شوف برج العقرب عندك يا برج العقرب قدرات انك انت تشوف اشياء غيرك مش قاعد بيشوفها، تحس باشياء غيرك مش قاعد بيحس فيها. النقطة الثانية، مهم انك دائما تطلب لما تكون بدك شيء يا برج العقرب. اطلب من الكون انه يساعدك، اطلب من انها الامور توضح بالنسبة لك، اطلب من انه الرسائل تكون واضحة بالنسبة لك. في عندك حب عالي، قوة عالية داخلية، حكمة عالية. حاول انك تشوف الامور من هدول الثلاث اوجه. عندك شيء له علاقة برسالتك الروحية، حتسمعه او حتقرأ او حتعرف عنه من خلال كتابتك للاشياء او قراءتك لشيء معين خلال الفترة الجاية يا برج العقرب. في اشياء بتشوفها او بتحس فيها او بترتسم في عقلك، انت بتفكرها خيال بس هي في الواقع حقيقة ونظرة واقعية لشيء جواك انت مش قاعد بتآمن فيه. في حد انت زعلته او يمكن يكون نفسك انت اللي مزعلها، مهم انك تتواصل مع هذا الحد اذا كان انت او شخص اخر. في عندك العلاقات والاشياء من حواليك دائما لما بتتغير انت بتبدأ تحس بهاي الطاقة. يعني لما ما تعود هاي العلاقة تخدمك، ما يعود هذا الشخص يخدم وجوده ويخدمك روحيا، اوتوماتيك انت بتبدأ تحس بهاي الطاقة او هذا التنافر بينك وبين هذا الشخص، فانتبه لهاي الاشياء. نشوف الان برج القوس، نشوف شو طاقة برج القوس لليوم. برج القوس، برج القوس لليوم. برج القوس بقول لك لما تكون بدك شيء مهم انك تشوفه بعقلك الباطن. رؤيتك له في عقلك الباطن بيخليك مؤمن من الداخل فيه وبيخليك تقدر تتصوره ويحصل في الواقع. مهم انك تتحرر من اشياء وسموم حواليك، طاقات فيها سموم حواليك يا برج القوس، تتحرر منها. عندك القدرة انك تتواصل مع، ممكن تشوف احلام معينة باشخاص معينة، في رسائل قاعدة بتجيك. مهم انك انت خلال الفترات الجاية دائما تنظف طاقتك، تعمل مي وملح، تخلي هاي الطاقة تنسحب من عندك يا برج القوس. عندك تحسس هاي الفترة أو حساسية من شيء معين أو ضيق من شيء معين، بطلت تحب الأشياء اللي فيها كتير كيميكالز، بطلت تحب الأشياء المصطنعة، كتير رايح هاي الفترة للأشياء الطبيعية برج القوس. اعمل لك بوكس، اكتب وسمي اللي انت بدك تسميه، ممكن بوكس التحرر، أي بوكس اعمل لك إياه واكتب في واحد منهم رغباتك والتاني الأشياء اللي بدك تتحرر منها،
والأشياء اللي بدك تتحرر منها بعد ما تجمعها احرقها وتخلص منها تماما. مهم تتسامح مع الوالدين يا برج القوس. وفي حواليك طاقات منخفضة، مهم انك تعمل لنفسك تدرع من هاي الطاقات يا برج القوس. نبدأ الآن مع برج الجدي ونشوف طاقة برج الجدي لليوم شو بتحكي لنا. برج الجدي، برج الجدي، برج الجدي، مهم انك تتواصل مع الطبيعة في الفترات الجاية. عندك رسائل كتير رح توصلك بمجرد تواصلك مع الطبيعة وتجذرك فيها. لما تكون تايه في شغلة معينة مش عارفها، اطلق السؤال للكون واستنى الإجابات توصل لك، وحتوصل لك وكون منتبه. أفكارك السلبية مهم إنك تلغيها يا برج الجدي الفترة الجاية. لما تيجي عندك فكرة سلبية قول cancel clear delete، عشان أوتوماتيك العقل يتبرمج على هاي النقطة، وأي أفكار سلبية من الماضي ممكن تصير تتحرر منها وتهدى بالنسبة لك. في أشياء راح تسمعها يمكن خلال نومك، أو أحلام راح تجيك، أو موسيقى معينة راح تأثر فيك، أو صوت في ودنك راح يكون موجود من خلال شكرات الأذن. انتبه لهاي المسجات، هي إجابات لشيء أنت فعلا بتنتظره. حاول تعمل هيلينج، حاول تنظف طاقتك، حاول تقعد بمي وملح خلال الفترات الجاية برج الجدي، واعمل لك كمان بوكسين، بوكس للأشياء اللي أنت، أو صندوق للأشياء اللي أنت بدك تتحرر منها، وصندوق للرغبات. الأشياء اللي بدك تتحرر منها حطها في الصندوق، ولما يمتلئ الصندوق خدها وحرقها خارج المنزل. أما الأشياء والنوايا اللي أنت بدك إياها فاحتفظ فيها في منطقة، يعني في منطقة أنت فعلا بتحبها في المنزل يا برج الجدي. نشوف طاقة برج الدلو لليوم شو بتحكي لنا. برج الجدي، برج الجدي، عندك نور داخلي، قوة داخلية يا برج الجدي خلال الفترات الجاية، ومن الآمن إلك إنك تستخدمها، لأنه كل ما استخدمت هاي القوة الداخلية في الخير كل ما البركات رجعت لحياتك. في عندك قدرة على رؤية أشياء مش أي حدا بشوفها، الحكم على أشياء مش أي حدا بقدر يحكم عليها بطريقة صحيحة. عندك نظرة قوية، حدس عالي، آمن بهذا الصوت الداخلي وبالرؤية الداخلية عندك. كل ما أمنت فيها، كل ما شفت الأمور بطريقة أفضل وصار عندك تشافي عالي. في أشياء أنت مدمن عليها مهم أنك تتحرر منها، ممكن يكون سلوك معين، ممكن يكون عادة معينة، ممكن يكون تدخين، ممكن يكون أي شيء سلبي مهم أنك تتحرر منه يا برج الدلو. حاول تعمل بروتكشن على حالك، تعمل تدرع عالي على حالك يا برج الدلو خلال الفترات الجاية. الطاقات شوي منخفضة حواليك، مهم انك تتواصل مع ذاتك لانك زعلتها في الفترات اللي فاتت ودخلت في بابل ما المفروض انك تدخل فيه. مهم انك تتسامح مع نفسك وكأنك بتسامح شخص عزيز عليك. عندك قوة حب، قوة داخلية، حكمة داخلية، استعملها بطريقة صحيحة يا برج الدلو. نبدأ الآن مع برج الحوت ونشوف طاقة برج الحوت لليوم شو بتحكي لنا. برج الحوت، برج الحوت، برج الحوت، برج الحوت، الضفيرة الشمسية عندك، يمكن يكون عندك لخبطة في المعدة، يمكن يكون عندك ألم في المعدة أو انتفاخ خلال الفترات هاي. مهم إنك تقوي الضفيرة الشمسية عندك. أي شيء ما عاد يخدمك روحيا، مواقف، أشياء، تسامح وحررها من جسدك. في عندك قوة داخلية حاول تستعملها لصالحك.
دائما تصرفاتك خليها ماشية بنفس المسار مع رغباتك. يعني ما تعمل أي تصرف عكس رغبتك. إذا تصرف مش طالع من جواك ما تعمله. عندك حساسية لأشياء معينة حواليك هاي الفترة، ممكن يكون حتى حساسية في الجسم أو حكة معينة في جسمك. مهم إنك أنت تحرر أي شيء داخلك يا برج الحوت، لأنه أوتوماتيك عندك أنت بس تتضايق بيطلع على الجلد. مهم إنك تحب حالك عشان تعطي هذا الحب، عشان الآخرين بتعلموا من هذا الحب اللي أنت بتعطيه، وبترفع من طاقتك وطاقة من حولك. إذا حسيت إنك غضبان أو متضايق حاول تركز على العطاء. دائما حط نواياك في العطاء، ما تحطها في الأخذ. حط نواياك إنك أنت ممكن تغير من الوضع الحالي، تغير من ذاتك، تغير من اللي حواليك، تغير في كل شيء أنت مش حابه. فحاول لما تتضايق أو تعصب ركز على العطاء أكتر يا برج الحوت. ونشوف آخر بطاقة بتقول لك إنه اسمع لصوتك الداخلي. جسمك بيستقبل رسائل معينة. لما يكون جواك شيء رافض لشيء معين أو متقبل شيء معين، ما تعمل عكس حدسك الداخلي يا برج الحوت. أنت محتاج إنك تتواصل مع ذاتك أكثر وأكثر. شكرا للجميع. لو حابين تعملوا قراءة خاصة إلها علاقة بالعلاقات، بالوضع المالي، بالعمل، أو قراءة عامة بتخصك يعني فيها تفصيل كامل لحياتك، بإمكانك إنك تتواصل على الرقم اللي موجود أسفل الفيديو. ولو حابب إنك أنت دائما توصلك الفيديوهات تبعتنا، ما تنسى تعمل لايك وسبسكرايب، ولا تنسى تعملنا شير عشان تدعمنا إن ننزلكم دائما فيديوهات. شكرا للجميع.